بدنا خبز فرنسي أو أي نوع خبز له سطح خارجي مقرمش وقاسي نوعاً ما، كراستي بريد مشقوق ومفرغ منه القليل من اللب الداخلي. تمام. بدنا نص كوب زيت زيتون، ملح وفلفل أسود، معلقة طعام عصير ليمون، 3 معالق طعام خل، 3 أسنان ثوم مدقوق، 2 معلقة طعام بقدونس، 2 معلقة صغيرة زعتر أوريغانو، كوب زيتون أسود نوع منيح وله طعم واضح ومفروم ناعم، كوب فطر طازج مفروم ناعم. أما للحشوة بدنا نوعين من اللحوم الباردة مثل الروست بيف أو التركي أو السلامي أو المرتديلا أو أي نوع مفضل لديك، وبدنا جبنة طعمها جيد مثل الجودة أيوة أو الإدام أو الشدر أو القشقوان. هاي شرحت قوية، يعني بدناش جبنة موزاريلا، بدنا جبنة إلها طعم. إلها طعم الموزاريلا بتمغط على الفاضي. تمام، هي ممتازة للبيتزا، في إلها استعمالاتها. هلأ إحنا هاي سلطة الزيتون أو الصلصة اللي بدنا نعملها فيكم تغمسوها تغميس، يعني اللي بيحب يغمسها كتير زاكية، هي رح تكون زي البندورة والخيار والمايونيز اللي بنحطه دائما بالسلطة، بس بما إنه هلأ موسم زيت الزيتون ففرصة نستغل زيت الزيتون لأن هي تعتمد عليه. فعليا أنا عندي الفطر مقطع، أنا رح أحط خلطة يعني زيتون أخضر وزيتون أسود، فيكم يعني تستعملوا واحد منهم كلياته مع سوا، والزعتر والبقدونس. حتى ممكن الواحد يحفظها هاي السلطة بشوية زيت بمرتبان بالثلاجة، بتقعد لها أسبوع زمن. والله يأكل منها مع اللبنة زاكية، يعني إذا بدوش يستعملها للسندويشة. هلأ فيكم تقللوا كمية التومة إذا حبيتوا، أنا بتعرفوني بحب التومة، صار مشهور عني. المهم هلأ بنكمل عنا، أنا حطيت 2 لأنهم كبار السنين اللي عندي، وبعدين بدي أحط شوية ملح مش كتير لأنه الزيتون طبعا مالح. هلأ فيكم تستخدموا شوية زيتون إسباني اللي هو ما له كتير طعم تبع البيتزا، بس يعني مش كل الكمية، خلي جزء منه يكون زيتون شوي حامض. وبعدين بدي أضيف خل. هلأ اللي بدوش خل بقدر يحط بس عصير ليمون، فيكم تعملوا هيك، بس الخل بيعطيها نكهة أكيد، فعشان هيك إحنا حطينا خل، وفيكم تستعملوا خل بلسامك اللي بيحب. وعندي عصرة نص ليمونة تقريبا، يعني معلقة طعام تقريبا، هذا كله بالآخر برجع حسب الرغبة. أوكي، وزيت الزيتون. هلأ كمية زيت الزيتون قد تبدو إنها كبيرة، بس إحنا ليش اخترنا خبز بشرب يعني بدي خبز كراستي، بنفعش خبز فرنسي يكون من في نوع بيكون قشرته طريه، ما بنفع يعني. هو بنفع بس بدك تاكليه دغري، ما بنفع تحطيه بالثلاجه. احنا هاي بدنا نحطها بالثلاجه وبدنا نضغطها بشيء ثقيل. ليه؟ عشان كل يعني الخبزه اللي عندي هاي اللي هي هاي الخبزه الحلوه المقرمشه من برا اللي قد تبدو يابسة، وهي كيف بدي أكلها تشرب كل العصارة اللي من هون وبتصير طرية كتير وبتصير كتير زاكية، يعني هي عملية الضغط عشان كل العصارة هون تطلع على الخبزة، وهيك بتكون عندي السلطة هاي خلصت. هلأ بدي أشق أنا الخبزة، وإنتي إذا بدك ما بعرف تقرأ إشي من الفيسبوك أنا طيب بكون بس ما خلينا نركز معك كيف بدك تشق الخبزة. هذا مهم أكيد. هلأ عملية شق الخبزة بحط إيدي هيك عليها وبحط السكينة، كتير مهم تستعملوا هاي السكينة اللي هي السكينة المسننة بسموها سريدد نايف، لأنها بتساعدني إني أشق الخبز من غير ما يعجن سوا كلياته، وبشتغل فيها يعني السكينة بتوصل لنص الخبزة وبحرك وبلف زي كأني عم بقسم كيكة. بهاي الطريقة. هلأ المفلتة ساندويتش أو الخبزة المفلتة عادة بيكون عليها سمسم، أنا ما لقيت مبارح إشي هيك يابس عليه سمسم، فهذا بنفع ما في مشكلة، المهم المبدأ يعني. وفيكم تحطوا حشوات تانية إذا حبيتوا تحطوا مثلا فليفلة حمراء مشوية تقدروا تعملوا هيك. هلأ أنا بس عم بقيم شوي من اللب عشان ما أحس حالي إني عم باكل بس خبز، وإحنا زي ما رح تشوفوا هلأ الحشوة كتير غنية. هذا اللب ما تكبوه، فيكم تحطوه بالفرن بصينية وتعملوا قرشلة بعدين. هلأ عندي السلطة بدي أخذ جزء منها. في معنى اتصال معلش ناخده؟ طبعا. هلو؟ صباح الخير. صباح النور. مرحبا يا حلوة. يا أهلا. مش عارفتيني ديما؟ ديما بعلمي مسافرة.
حبيبتي رجعت امبارح، شو اخباركم؟ يا اهلا فيكي. اهلا بالله. السلامه يا ديما. الله يسلمك حبيبتي منال، اول شيء بدي اسلم عليكي طبعا. الله يخليكي ويعطيكي الف عافيه. الله يعافي قلبك يا رب. وثانيا بدي اعيد على الحلوه الاموره المبدعه حبيبه قلبي ديال الدبار. شكرا يا ديما، كلك ذوق انت. معقول افوت عيد ميلادك وما احكيكي على الهواء ديال؟ انا بحكي مع كل حدا ما احكيكي انت. والله انت ست الذوق، شكرا لك يا ديما. ديالة. كل الله يا ربي كل سنه وانت سالمه ودائما من نجاح لنجاح يا رب، وتضلك منوره دائما. شكرا لك حبيبه قلبي حبيبتي ديما. ومنشوفك على خير ان شاء الله ديالة. ان شاء الله. شكرا لك. سلمي على منال ويلا هيني عم بحضركم. يلا الله يسلمك. سلام. الحمد لله على سلامتك. اهلا. الله يسلمكم. يلا اهلا باي. طيب انا عندي هون ال المرتديل اللي راح استعمل فيكم، زي ما حكينا تستعملوا اي نوع، بس انا قلت مرتديل عشان افرجي الناس انه بتقدروا تستعملوا مرتديل. اللي ما بحب المرتديل لا بقدر استعمل نوع ثاني. وفي عندي نوع ثاني برضه بسموه بيبروني بقري، مدخن كثير زاكي. طبعا احنا اليوم الحلقه برعايه ارزية عم نستعمل منتجاتهم كلياتها. وهلا راح هاي الخبزه لازم الفها بهذا البلاستيك عشان احميها من انها تنشف، وفي نفس الوقت اضغط عليها. حطينا نص كميه السلطه، هلا ببدا ارتب اللحوم البارده اللي عندي. هاي السندويشه ممتازه للحفلات لاني بقدر اعملها بالليل وثاني يوم اذا عندي فطور، او مثلا عندي عشاء بالليل فيني، او يعني حتى رحله اقدمها وخلص بعملها وبنساها بحطها بالثلاجه. وغنيه جدا زي ما انتم شايفين، يعني بده يكون الواحد يعني عن جد غنية. بده يكون واحد هيك كريم بالاشياء اللي بده يحطها فيها عشان ما يحس الواحد حاله عم بياكل خبزة بالاخر. اوكي، هلا بدي احط طبقة مرتديلا. طبعا انا ما راح يعني احكي انه ما بصير تخفف، واللي بيحب يخفف اكيد بصير، بس هي اصولها هيك. اوكي، بدي مرتديلا تفصل عندي. اوكي، وهلا كثيرة دسمة دسمة دسمة، بس ما انت شايف الخبزة قديش كبيرة. هلا الواحد ما بيقدر ياكل فيها قطعة كبيرة، يعني هي فعليا بتكفي لها 6-7 اشخاص هاي السندويشة. وبصفت عليها القطع الجبنة، اي جبنة بتحبوها. انا هون مستعملة، هلا نشوف كيف بدك تضغطيها. هلا نشوف كل هالجبنة هاي جواتها. كل هالجبنة أنا بعدتها بحط كمان أكثر مرات. طيب هلأ بدي أكمل نص كمية السلطة اللي هي عشان ترطب لي الجزء الأعلى من السندويشة. وزيت الزيتون هذا كتير كلها رح تشربه السندويشة وتصير أزكى وأزكى. رح أحطها هلأ هون على بقية الخبزة. جربوها، أنا متأكدة رح تعجب الكل عندكم، شباباً وكباراً وصغار. أنا كثير بحب الأشياء تتحضر قبل بوقت، أريح للراس. بس مش كل الناس بقدر نحضر كل الوقت قبل يعني بوقت. لا هذه مثلاً هيك الواحد يعني بالعكس، اللي بتشتغل مثلاً هيك أريح لها إشي بتحضر، بتضطريش مثلاً سندويشة بآخر لحظة وقت مثلاً الجامعة بدي أحضرها، لا خلص جاهزة وخالصة. هلأ شوي شوي بدي أحاول قدر الإمكان، إذا نزل شوي مش مشكلة، وبدي أضغطها. هلأ بنزلوا هدول بدي أدخلهم جوا، حرام يروحوا على الفاضي. وبدي أنظف الكاونتر عشان أفرجيكم كيف بدي ألفها بالورق البلاستيك من أرزي. نظف شوي أقيم الكفوف. هدول نعطي لحالنا شوية وسع. يعني أنا بدي أقرأ بس الصراحة نقول العملية معقدة. شكرا لكل اللي عم ببعتوا على الصفحة، كلهم عم تشكر لكم عن جد، خجلتوني الله يخلي لي إياكم. معجبينك كتار يعني، نحن من غيركم ولا شيء على كل حال. يعني بس بدي أقول لكم يعني إحنا إذا وصلنا وكبرنا هو بفضلكم، شكرا لكم. هلا بنجيب عنا الورق البلاستيك. بيقولوا لك فلسنا من هالساندويشه. لا لا هي فيها مقادير كثيره ولكن رخيصه مش غاليه ابدا. يعني هلا المرتديلا معقوله سعرها، زي ما حكينا الجبنه بتقدروا تستعملوا جبنه، يعني احنا الجوده مش كثير غاليه، فيكم تستعملوا جبنه ثانيه، بس ما تستعملوا الجبنه السلايسز لانها مش يعني ما بتعطي الطعم اللي بدنا اياها. ما بتعطينا طعم هون زاكي كثير.
هلا بدي احط طبقتين. فيكم تستعملوا طبعا البلاستيك الاكبر، انا لانه فاتحين هذا حرام نضيعه. اوكي، والقاطع طبعا انا القاطع السحري مثل ما بسموه ارزيه، قسمت البلاستيك وبسكرها بهاي الطريقه. بس هي عمليه اني انا احميها لانه بدي احطها بالثلاجه اكيد. بعدين بدي احطها بصينيه او بصحن زي ما بدكم، وبعدين بحط فوق هديالة صينية تانية وبحط فوقها إشي تقيل زي مثلاً بكيت أرزي تبع لما يكون مليان بكون تقيل، أو أي إشي عندك بالثلاجة يعني مثلاً صحن تقيل أو تضغطي فيه حتى حجرة كبيرة، وبتضغطيها بهاي الطريقة بترصيها على أساس ضلها أيوة. هلا بتحطي إشي تقيل أكيد هي لحالها رح تنزل. أوكي، وبتحطيها بالثلاجة. قديش نحطه بالثلاجة؟ أقل إشي 6 ساعات أو 12 ساعة. هلا إذا استعملين خبز مش ما بدهاش هذا، لا ما بدها بجوز ساعة هيك إشي. وأنا عندي واحدة جاهزة هون أنا عملتها، وهي بتخليها لليل لبكرة الصبح يعني. بالضبط، يعني يفضل عشان تكون زاكية أو بالليل إذا جاء عندك ناس اليوم بالليل. ما حد جاي عندي، بس تعالي أنت أهلا وسهلا عيد ميلادك. أهلا وسهلا.